السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غندور التشافه المغربيه ولا دابا منتشره اللعيبه ديال ستريم. شنو هي ستريم؟ انك دير فيديوهات وتضحك عليهم وتسلف بنادم، هادشي اللي كاين دابا في الويب وكذا. اليوم غنبانش بوجهي طبيعي السبب، اش والله ما عرفنا السبب بالله الحال، ولكن غنحاول نجلس لكم واحد الموضوع بحال انا حاضر. ما تنساوش انكم تضغطوا على لايك وسبسكرايب باش يوصلكم الفيديوهات ديالي اللي كندوي فوق نتاقد فيها هادشي ديال التفاهه، ولا كندوي وكنشد انا ستون. فكنجيب لكم بعض المرات مواضيع مختلفه فيها بحال شكل ديب ويب كدا، اجتماعيه، لعيبات، قصص. ولكن اليوم غندير لكم من واحد اللعيبه اللي راه يجي دابا على موقع التواصل الاجتماعي، هي انني ندير فيديوهات ونضحك عليهم ونسب بنادم ونطلع لي في مؤخرا الى مالك حق واحد ارقام قياسيه كتعادل لمليون ستريم في النهار. اي سيرو فيديو فيه 8 سوايع 9 سوايع، واش راه يدخل هذا الفيديو؟ مش سوقنا حنا، ولكن هالطريقه اللي كيدوب الناس وكيعيشوا بها هي طريقه عاديه. كتبين لك ان الناس باقيين متاخرين في الثقافه ديالهم، باقيين سيدي كتجبر لك واحد كيضحك على بناتهم، هادشي اللي كاين. فديك الساعه الياس ميركي غادي يبدا يحط فيديوهات بلي يضحك كذا لعيبه شل هنا مزيان، ولكن من بعد سيدي غادي يسب الدين. يا سيدي غادي يسب الدين والناس غادي تنوض وشوف تي في وكذا. هي الصراحه غلط، وكل زعما الانسان كامل بصفه عامه راه كيغلط، كل واحد راه كيغلط فينا، واللي مهم راه اعتذر الغد اللي راه اعتذر. ومن بعد هادشي كامل واخا هكاك الناس بقات متبعه وتهبطوا لي شويه المتابعين ديالو في انستغرام، ولكن من بعد عاوتاني طلعوا. علاش؟ الناس كتابونا عنده وكتحيد الابوناسيون، ولكن واحد شويه وكترجع تابونا. علاش؟ انا تبلاش داكشي اللي كيدير ولا كيجيها ناضي من المؤشرين الواعري دابا، وحنا انا كنت كنفرج فيه ماشي ما كنتش كنفرج فيه، وكان كيعجبني داكشي اللي كيدير وكذا ولعيبات تهنا مزيان. ولكن باش انك تسب الدين وتطلع على المغاربه راه عادي، طلع على المغاربه طلع عليهم عاليه، ولكن تسب الدين اللي صعيبه شويه وانا ما كنتقبلهاش، واي واحد مغربي اخر ما غاديش يتقبلها. نقدروا نقولوا انه ما كانش الوعي ديالو، ولكن هي في مرحله كدوز، ولكن من بعد غادي الانسان غادي ياخذ عليك واحد النظره خايبه شويه، والمتبعين ديالك غادي يبقاو مقارنه معاهم فانهم الشبيبه ديال دابا 2004 2003 وانا 2003 ماشي زعما، ولكن الناس اخرين بحال مثلا الناس الكبار وكذا راه ما غاديش يعجبهم هذا الشيء، وصراحه راه ما كيتفرجوش فيه. فاو تويت وهاد الشيء مطلعينو غير جينيراسيون ديال 2004 و2005 كان معكم عبد الرزاق توفيق، تهلاو.